وبالعودة إلى بيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن التطورات على الساحة اليمنية وآخرها التصعيد الحوثي في مأرب وشبوة، ينضم إلينا مباشرة من عدن أسامة الشرمي وكيل وزارة الإعلام. أهلا بك معنا سيد أسامة في هذه النشرة وكل عام وأنت بخير. بداية، كيف تابعتم إدانة مجلس الأمن الدولي في بيانه الأخير بشأن تصعيد العسكري الأخير لميليشيات الحوثي في مأرب وشبوة في ظل مباحثات إنهاء الأزمة اليمنية؟ نعم، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. طبعا توالت في الفترة الأخيرة إدانات مجلس الأمن والمنظمات الأممية والعاملين المسؤولين التابعين للأمم المتحدة في اليمن لممارسات جماعة الحوثي التي وصلت إلى أعلى درجة من الانفضاح أمام الراصد الدولي، لأن الميليشيا أصبحت الآن تشعر بأنها باتت أمام خطوات متسارعة نحو الحل السياسي في اليمن، وهي بالتالي تسعى إلى تعطيل هذا الحل. ميليشيا الحوثي لا ترقب بأي طريقة من الطرق الانخراط في عملية سلام حقيقية، وبالتالي لو لاحظنا الآن مؤخرا عزيزي أن ميليشيا الحوثي أسرفت في انتهاكاتها لكل الاتفاقات، للهدن، لوقف إطلاق النار في الجبهات، للمضايقات التي تقوم بها تجاه الموظفين الأمميين، تقليل عدد الرحلات التابعة للأمم المتحدة التي تصل إلى العاصمة المحتلة صنعاء. كل هذه الممارسات تحاول من خلالها ميليشيا الحوثي أن تهرب بعيدا عن السلام، أو أن تبتز المجتمع الدولي بمزيد من المطالبات أو مزيد من الملفات التي تطرحها هنا أو هناك. لاحظ عزيزي أحمد بأنه خلال الفترة الماضية قامت ميليشيا الحوثي بكثير من الانتهاكات، ولكن مجلس الأمن لا يدينها يعني وفقا للبند السابع كما يعرفه اليمنيين، واليمن واقعة تحت هذا البند بكل الأحوال. تقوم المؤسسة الأممية بإصدار بيانات، طبعا البيان هو وثيقة أخلاقية لا أكثر ولا أقل، أو وثيقة سياسية لا يمكن الاعتداد بها في أي عملية ضغط على ميليشيا الحوثي، ولا يمكن أن يترتب عليها حتى مواقف أو إجراءات عقابية ضد هذه الميليشيا. وبالتالي نحن نشعر بأن المواقف الأممية الآن أصبحت أكثر وضوح، وهذا جميل جدا في حال أننا جلسنا على طاولة مشاورات مع ميليشيا الحوثي نستطيع أن نصارح العالم وتدعمنا هذه في نفس السياق. هذا سيد أسامة، أيضا بيان مجلس الأمن الصادر عنهم أعربوا عن دعمهم القوي للجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإجراء مباحثات يمنية. السؤال هنا، ما مدى نجاح هذا الدعم، وأيضا ما مدى نجاح مشاركة الحوثيين في هذه المباحثات من خلال هذا البيان، إذا كان له تأثير أو لا؟ هنا يحصل التعارض، وهنا تحصل الإشكالية. يعني ما المقاربة التي ينتهجها مجلس الأمن في إصدار بيان يتضمن إدانة للهجمات الحوثية والعمليات الحوثية، وفي نفس الوقت التمسك بعملية السلام وتمديد الهدنة ووقف إطلاق النار والدفع بالجلوس نحو عملية السلام؟ لما يعني حتى في قوانين الفيزياء كما أقول دائما بأنه إن لم تكن لكل قوة معارضة لها معاكسة لها في الاتجاه، فلن تكون هناك ردة فعل حقيقية تجبر ميليشيا الحوثي على أن تجلس على طاولة المشاورات. ميليشيا الحوثي بعقليتها الميليشياوية تشعر الآن بأنها تكسب من خلال الحرب، تكسب من خلال المفاوضات، تكسب من خلال الهدنة. نعود ونذكر بأن الهدنة الأممية احتوت على التزامات الحكومة الشرعية وعلى الحوثيين. الحكومة الشرعية نفذت كل ما عليها، فتحت مطار صنعاء، فتحت ميناء الحديدة، يعني المشتقات النفطية، سمح الميليشيا الحوثي بكثير من العائدات الجمركية، ولكن ميليشيا الحوثي لم تقم حتى بفتح الحصار عن تعز. هذه المسألة تعطينا صورة شاملة، مفادها بأن ميليشيا الحوثي تشعر بأنها تكسب، وهي تضيع على اليمنيين فرصة مهمة، تضيع على اليمنيين فرصة تاريخية للسلام. طيب، في جانب آخر، الاتفاق الأخير بين الحكومة وميليشيات الحوثي بخصوص تبادل الأسرى، كيف تعلق عليه؟ والله هو اتفاق جيد في المجمل العام، أنا ما أعيب على هذا الاتفاق، وغياب مثلا اللواء فيصل رجب عن كشوفات تبادل الأسرى، ولكن في المجمل العام
الاتفاق جيد، ونتمنى أن يكون بهذا النص الكل مقابل الكل. ما الذي يمنع ميليشيا الحوثي تقوم باعتقال الناس من الطرقات، تحديدا أبناء الجنوب وأبناء تعز، يتم اعتقالهم بالبطاقة الشخصية من باصات الأجرة، وبالتالي ميليشيا الحوثي الآن تفاوض على مقاتلين تابعين لها مقابل قائمة طويلة أغلبها مدنيين. لماذا لا يتم الإفراج كل مقابل الكل، وعلى رأس الكل يجب أن يكون البطل فيصل رجب، وهذا ما نتمنى أن نسمع أخباره في الأيام القادمة. طيب، في نقطة أخيرة أستاذ أسامة، ألا وهي برأيك كيف يمكن لدعم مجلس الأمن في قضية الناقلة صافر أن تنهي أو تنتهي بشكل كامل وتمنع حدوث كارثة بيئية نفطية؟ والله يا عزيزي، كارثة خزان صافر يعني بدأت تصبح يعني عامل مؤرق للعالم بشكل عام ولليمنيين بشكل خاص. كل الشروط التي طرحتها ميليشيا الحوثي لصيانة هذا الخزان تم تجاوزها، تم شراء الآن ناقلة خزان بديل، وتم قامت الأمم المتحدة بجهود جبارة في هذا الاتجاه. تقريبا ستصل الناقلة في شهر يونيو القادم، وإلى ذلك الحين نأمل ألا تحل المأساة. طبعا الحكومة الشرعية قامت بتشكيل، أو وزارة النقل على وجه التحديد قامت بتشكيل لجنة للطوارئ لتدارك أي أحداث ستحصل، لأن الكارثة على المحك. يبدو أن مشكلة خزان صافر أصبحت أكبر من أن يتم السكوت عليها، ونتمنى أن تكون المدة من الآن حتى منتصف العام قابلة لبقاء الخزان على حالته، ونتجنب هذه الكارثة الكبرى التي ستكون أكبر كارثة بيئية في العالم. أنا أشكرك أسامة الشرمية، وكيل وزارة الإعلام، كنت معنا مباشرة من عدن.